اليوم الثانية في البلد أنا في نفسي السلام عليكم جميعا. دلبا محمد مولي محامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. سؤالي عن سؤال التحديد ليه ما يكونش فيه تعاون؟ لا بما اننا بنتكلم على جودة التعليم يبقى لازم نتكلم على فوضى تكون لصيقة بالواقع مثل المجتمع المصري. انا اقصد هنا التعليم الفني. احنا للاسف اصبحنا نفتقر الى العامل الماهر. سؤالي بالتحديد ليه ما يكونش هناك تعامل متكامل بين الجهات التعليميه للدوله والكيانات الاقتصاديه التابعه للدوله او للقطاع الخاص، ووضع برنامج متكامل طموح لافراز عناصر ماهره تفيد المجتمع كلها اصلا في المجتمع المصري. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، شرفتينا ونورتينا. حاضر.